لازم تجيب لي حقي. اجيب لك حقك ده ايه؟ ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا انكل، عميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابت ايه ونيرت ايه؟ اختك من النهارده موتة نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. مرجان احمد مرجان. بابا يا دكتور، فرصة سعيدة جدا يا دكتورة. يا أهلا وسهلا. بابا إيه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان أنا ابن حلال وأم عيالي. بابا عليا مالها؟ عليا مين؟ عليا أختي. آه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضرة. القمر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل يا أختك اسمها إيه؟ عليا. عليا آه. ما أنا أدخلها جامعة محترمة وأدفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله وما تنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه فاكسل؟ مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل. تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه؟ ما كده حلو، قصدي يعني عشان نلحق البنت هناك يعني. أنا من بكرة هعتصم لهم في الكلية، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. آه فعلاً لازم كلنا نعتصم، هي مش الدكتورة هتعتصم برضو؟ آه أنا هعتصم معاكم. دكتورة إيه دي يا قضايا؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن. يعني إيه؟ يعني حضارة. حضارة آه، حضارة. يا فعلاً أنا أول ما شفتها لقيت عندها خلفية حضارية ممتازة. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضارية، حقيقة يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء. ايوه حبيبتي. اهدي اهدي، احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا قومنا حضرتك من على التنس، تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه. علياء بنتي من النوع النفساوي شويه، اي نسمه هوا تاثر فيها. رقيقه كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمه تقوم مفزوعه من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشه، اروح حاضنها على طول واحدة من الساعة على شعرها تهدى وتبقى زي الغريبة. أنا بديك صورة بس يعني، زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقة ويجيلك رعشة أروح حضنك على طول واقعد أملس على شعري، هتلاقي نفسك زي الغريبة بالظبط. أودي بديك صورة يعني. مش بابا يلا يا ابني بكلم الدكتورة بتاعتك، هي أختك هتطير. سوري دكتور مايكل، You don't have the right to speak to her that way, even if she has a different opinion from yours. She always disagrees with my opinion. She's a troublemaker. Calm down, please. We are not here to fight. We are here to teach you. هي الخناقة دي عشان ايه؟ عشان علياء بابا. أمال ما سمعتش يعني هما بيقولوا علياء؟ ولا هي أختك ليها اسم تاني بالإنجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No! أنت بتقول نو ليه؟ أنت مالك أنت؟ لما الدكتورة جان بتاعتكوا دي كانت متجوزة مين؟ اتجوزت إيهاب ودي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليل. لا بابا ما تعرفش ايهاب وجدي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا. ليه؟ المايسترو. مايسترو اه، ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده الخشب كده. ايوه ده ليه مقطوعات معروفه جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب وجدي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت التاني بعديه. اه اتجوزت حاتم جمعه. هو كمان تقولي ما تعرفش حاتم جمعه؟ لا عارفه، بتاع الكوره. بابا حاتم جمعه ده اكبر شاعر في الوطن العربي. الزيدي فعلا لازم تتجوز شاعر، هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيده شعر يا بابا، لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزه شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيده بعد ما مات، حزين عليه يعني. ولا هو مات راخر، الناس دي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحده زي دي؟ عارف يا بابا دكتور جيهان النهارده كاتبه مقال في الاهرام مكسر الدنيا. الدكتوره جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين، مش غاويه رجال اعمال؟ بتشاور عقلك ولا ايه يا مرجان؟ انت عارف طبعا انا بحبك وبغير عليك قد ايه، بس بصراحه الوحيده اللي اتمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصيه دكتوره جيهان تيجي تديها لكم في البيت هنا؟ بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتوره جيهان لما بتسمع الكلمه دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش، انتوا تدينا انا دروس خصوصيه.
النهاردة هنعمل تجربة ديمقراطية صغيرة قوي. أنا عايزاكم تقولوا رأيكم فيا بمنتهى الصراحة وتأكدوا أن أنا هقبل أرائكم دي كلها. سوري يا دكتور، ما زعيش من اللي هقوله. يعني أنا شايف أن حضرتك إنسانة عصبية جدا، وساعات بتفقدي أعصابك وما بتعرفيش أنت بتقولي إيه. يا دكتورة جيهان، أنت إنسانة متعصبة لرأيك، بتعملي نفسك فري ومتحررة، إنما جواكي أفكار رجعية. ملابسك يا دكتورة ملابس فاضحة لا تليق بأستاذة جامعية. وبعدين أنا مطالب إن أنا أغض بصري وفي نفس الوقت أركز مع حضرتك. طب أعمل إيه؟ أفتح عين وأغمض عين؟ تقدري تقولي لي ازاي ممكن تكوني قدوه للطالبات وانت نفسك متبرجه؟ كرايه يا اخ محمود، الكلام اللي انت بتقوله ده عيب وما يصحش. ده انت كده بتهين الدكتوره وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا اخت، اولا انا ما بتكلمش معاكي، ثانيا الدكتوره فتحت باب المناقشه وانا من حقي ان انا اقول رايي يا اخوانا. دي قله ادب مش مناقشه. بقول لك ايه يا اخ نادر يا مشخصاتي، خليك انت اخويا في فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا اخ محمود خليك موضوعي شويه، الدكتوره بتقول نتناقش مش نتخانق. وبعدين ايه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي؟ ولا ايه يا جماعه؟ بس كده ما ينفعش. احنا قلنا نتناقش نسمع بعض. ما هو يعني سيبك من الكلام ده والهرتاله دي، مفاضي مفاضي. انت فله قشطه. الله يخرب بيت الديمقراطيه على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطيه. جراك كذب لي انا شيخ منصر وحرامي يا حسن. انا شيخ منصر وحرامي؟ لا حاشا لله يا باشا، بلد مش عايزه اللي ينجح فيها. وبعدين هم عندهم اثباتات بالكلام ده، ارفع عليهم قضيه. ما المساله مش محتاجه شوشره يا باشا. شيل شيل خد. تعالى يا اولاد تعالى اقعد. ايه مالكم وشكم مقلوب كده ليه؟ هو الدكتور ايه قال لي ادب عليك تاني ولا ايه؟ لا يا بابا. في بابا الكلام اللي مكتوب هنا ده مظبوط؟ ايه ده؟ ده جورنال صوت الجامعه بيطلع عندنا في الكليه. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ دكتوره جيهان. ايه حكايه الدكتوره جيهان اللي انتوا قلبين دماغي بيها دي؟ وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي بتشتغل ايه بالظبط؟ شان مدرسه ولا بتلعب تنس ولا بتتجوز ولا صحفيه؟ اسمعوا يا اولاد، ابوك زي الفل، انا صخ سليم، انا احط صباعي فين اتخن تخين ولا يهمني اي حاجه. يلا اسكنوا انتوا على البيت وتغدوا، انا لسه قاعد هنا شويه. يلا. صوت الجامعة ناقص. أنا صوت الجامعة كمان. ما أي واحد قاعد فاضي ما ورهوش حاجة معاه ورقة وقلم يقعد يقطع فيا يا حسن. أنا بقول يا باشا إحنا نلم الموضوع أحسن. يعني الناس دول لو جم وشربوا الشاي بالياسمين بتاع سعادتك هنخلص. بعدين أنا مش فاهم سعادتك قال لنفسك ليه؟ ما دام مظبط كويس فوق يبقى خلاص. بس اللي فوق مش مضمونين يا حسن. البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. انا هرشح نفسي في مجلس الشعب من اجل الشباب، من اجل الاجيال الجديده. برشح نفسي اني اكون صوتكم، صوت الشباب اللي اخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل ايه بكره، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم انك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه. مش بس تحلم، لا ده انت تشتغل وتخطط على كده كمان. أيتها الجماهير العريضة، أيتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من أجلكم أنتم أيها الجماهير العريضة. لماذا جئت؟ إنني أرى جحافل أمامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من أجل مصر وليس من أجل مرجان. وإننا أعاهدكم من الآن أن لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، أربع أوض وصالة فوق وحمامين، وتحت في أوضة للدادة، وأمام الفيلا في حمام سباحة. من حقكم إن كل مواطن حمام سباحة قدام الفيلا، غير الجنينة اللي فيها الموز والبرتقال واليوستفندي. اليوستفندي مهم للشعب المصري. في جنينة ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم إنكم تاكلوا كنتالوب؟ أيها طارق حافل العظيمة، أرجوكم لا داعي للهتافات، ودعونا نعمل في صمت من أجل مصر، من أجل مصر. يا حسن
فين الدايره وفين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه؟ ده اصل انا واحد مقطوع من شجره. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للاسف في السرادق الثاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق الدكتوره جيهان مراد اللي نازله في الانتخابات قصاد سعادتك. جيهان مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجيهان مراد ومحدش عبرنا انا. خصم شهر لكل واحد. هتفرج ان شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي ابني. هو قايل لي انا هجيب صحابه بتوع الجامعه وييجوا. شوفوا ما جاش ليه. الاستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ ده مأكد عليها الصبح. اصل هو والانسه علياء في السرادق الثاني. فين؟ في السرادق الثاني سعادتك. بتاع جيهان مراد؟